إنه من المعلوم لدي أن الحائض لا تمس القرآن الكريم، ولكنني رأيت بعض الأخوات يفعلن ذلك، فلما سألتهن عن ذلك قلن لي هذا يجوز، فالله لم يحرمه. وقد سمعت أيضا بأنه يجوز لها أن تمس فقط كتاب التفسير، أي الوارد فيه الآيات. أرجو توضيح هذا الموضوع، أفيدونا وفقكم الله. نعم، لا يجوز لمن عليه حدث أكبر سواء كان جنابة أو حيضا أو نفاسا أن يمس المصحف، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: لا يمس المصحف إلا طاهر. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، فلا يجوز لمن عليه الحدث الأكبر أن يمس المصحف إلا من وراء حائل، فله أن يمس أو يحمل المصحف بالكيس أو بالغلاف من وراء حائل، أما أن يمسه مباشرة فهذا لا يجوز. وأما مس التفسير الذي فيه قرآن فلا حرج في ذلك، لأن هذا لا يسمى مصحفا، يجوز لمن عليه الحدث أن يمس كتاب التفسير وأن يقرأ فيه، لأن هذا ليس مصحفا وإنما هو كتاب تفسير. نعم.